والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. قدم أخبار الاقتصاد ميرنا إيهاب، تفضل ميرنا. شكرا إيمان، شكرا أميرة. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن التوصل لاتفاق مع شركتي باري جولد الكندية وسانتمن الإنجليزية على استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها. وأكد وزير البترول أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها دورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين. في ختام منتدى مصر الثاني عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار المهمة، ويمكن احنا شرفنا بحضور الافتتاح مجموعة من الوزراء المشاركين في المنتدى. الحقيقة انه كان موجود معنا مجموعة كبيرة من رؤساء الشركات العالمين، الشركات التي تعمل بالتعدين، وكان من أهمها شركة باريك جولد، وكان كمان معنا شركة سانت أمين وغيرها من الشركات العالمية اللي الحقيقة تم الترسية عليهم في هذه المزايدة. على مدار تقريبا سنتين من العمل المتواصل والجهد ما بين كل الأطراف المعنية في هذا الأمر من الشركات الشريكة معنا وهي شركة باريك جولد وشركة سانت أمين مع هيئة الثروة المعدنية مع الوزارة مع الخبراء من الأطراف، بدأنا نشتغل في هذه المفاوضات باهتمام وبتركيز شديد حتى يخرج اتفاق متوازن يحقق أهداف تعديل القانون ويحقق كمان أهداف رغبتنا في تنمية هذه الثروة التعدينية وتنمية قطاع التعدين بهدف الوصول للقيمة المضافة المنشودة. الحمد لله النهاردة نقدر نقول إنه إحنا بنهنئ زملائنا ونهنئ شركائنا شركات باريك جولد وشركة سانت أمين لتمكننا من الوصول إلى إنهاء التفاوض والوصول الحقيقة إلى اتفاق على البنود التجارية والمالية والقانونية. هذه الاتفاقية سيتم بعد ذلك استصدارها من خلال الخوض في الإجراءات التشريعية اللازمة. لازم أقول مبروك لأنه تعتبر يعني قيمة مضافة للاقتصاد القومي، يعني مرحلة جديدة في قطاع التعدين في مصر. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلاء السعيد أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة عام 2030 وأجندة أفريقيا لعام 2063. جاء ذلك خلال لقائها رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لاشيزارا ستويفا على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث استعرضت جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في لحظة محورية تزامنا مع اقتراب قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. قال البنك المركزي العراقي إن منع الولايات المتحدة مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق الحوالات المصرفية في عام 2022. وأضاف البنك المركزي في بيان أن البنوك والبالغ عددها 14 تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار.
في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا وسط حالة من الحذر من جانب المستثمرين بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر بنسبة تقدر ب 0.1% إلى 79.52 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية لأغسطس بنسبة 0.1% ليصل إلى 75.4 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.63 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.84% لتسجل 2.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 9000 إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا. وصلت واردات الصين من النفط الخام الروسية لأعلى مستوى على الإطلاق في يونيو وفقا لبيانات حكومية صينية، مع مواصلة مصافي اقتناص تكرير الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادئ، على الرغم من تقلص الخصم مقارنة بالخامات القياسية العالمية. وبلغت الكميات الواردة من روسيا في الإجمالي 10.50 مليون طن مترية في يونيو، ما يوازي معدلا يوميا يبلغ 2.56 مليون برميل. وزادت كميات الشحنات 44% مقارنة بذات الشهر العام الماضي وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم أميرة وإيمان. شكرا لك ميرنا.